السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبوباتي خواتاتي، وشراكم اليوم إن شاء الله كاملين تكونوا بخير ومهنيين في صحة جيدة يا ربي. حبيباتي اليوم إن شاء الله كما عودتكم ساعة على ساعة نعملوا واحد الخريجة، نروحوا مع بعض، ما نخليش خواتاتي مرايا، دايما كنخرج نديكم معايا. هنا رانا بدينا إن شاء الله الفيديو تاعنا، رانا في الطريق. حبوباتي اللي مالفين يدخلوا معايا نقول لهم مرحبا بيهم، وتوحشتهم بزاف بزاف. ما تنسونيش ساعة ساعة طلعوا عليا، ما تنسونيش وما تحرمونيش باللي لايك تاعكم. واللي جامي يدخلوا معنا في الفيديو هذه اول مرة يشوفوا الفيديوهات نتاعنا، نقول لهم اهلا ومرحبا بهم، ما ينسوش يعملونا اشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقوهم كامل الجديد تاع لي فيديو. هاوليك حبوباتي لوين رحنا اليوم؟ السخانة ما نحكي لكمش، ما نقول لكمش كيفاش راهي في الجزائر. على كل حال بلدان الاخرين ما نكذبش عليكم كيفاش راهي الحالة. شوفوا حبوباتي واحد السخانة قلت لكم ما نقدرش نقول لكم كيفاش، فقلت للزوج ديالي ايا نروحوا نديو الوليدات نتاعنا نخرجوهم من ساكن يبردوا شوية. ما نقدرش نصور لكم البنات كيفاش واحد السخانة انسوبورتابل، يعني الله يجعل خير وخلاص. فرحنا في طريق، حكمنا طريق ورايحين، ما على بالناش من فوق رانا رايحين. حتى لقينا روحنا في جوايه بومرداس، جهه اللي يعرفوا، يعني اللي يعرفوا داك المكان يسموه هاد لابلاج تاع زموري. واحد البلاصه هايله، شاطئ عائلي البنات، صح بمعنى الكلمه شاطئ عائلي. ما كانش كامل الناس اللي خاطين، كاملين عائلات وجابوا الوليدات تاعهم. وعندك تحبي تكري لاطونت ولا تكري داك واسمو باراسول، فوالا دينا الباراسول تاعنا معانا، لكن ما خلوناش نحطوه، قال لك البلاصه هادي احنا ديالنا ما على بالناش كيفاش. المهم خدينا اون بوتي طونت، ما نقدروش نجوزو نهار كامل الحبيبات تحت الشمس، راكو تعرفوا كيفاش. فخدينا اون بوتي طونت وحطينا فيها كامل الادوات ديالنا، ودينا شويه لي جوي تاع الدراري كتعرفوا لي يلعبوا بهم. هذاك لو بيبي قعد معايا كما شفتوه، تحت لا طونت، والوليدات الاخرين، ولادي الاخرين، ثلاثه الاخرين كما على بالكم عندي اربعه اطفال الله يبارك، راحوا يعوم. هنايا هاوليك كما تشوفوا رافيطايمون تاعنا، حاجه بسيطه فقط البنات كما راكم تشوفوا، شويه لي فخيت، حتى طوماطيش ديناها معنا، شويه باتي فروماج. نورمالمون هادو ما الصوالح كامل نيفيتيهم من الغالب، دينا حاجه خفيفه، كلينا شويه في الطريق وزنا دينا شويه. داك البيض مغلي غليته انا في الدار، راكم تعرفوا البحر ما تقدريش تدي نيمبورت كوا، وما سيتي با بروغرامي. في الدقيقه الاخرانيه قلنا يلا نرفدوا روحتينا نروحوا نبردوا شويه، فدينا غير شويه هكذا حاجه خفيفه. البنات نعطيكم واحد النصيحه، ماشي لازم يكونوا عندك امكانيات كبار باش تخرجي باش تفرحي نفسك باش تفرحي ولادك، باقل التكاليف وحاجه بسيطه فقط، والله غير ساعات نخرجوا ناكلوا غير خبز وكرانطيطا في الطريق وفرحانين، ونضحكوا الولاد يلعبوا ويغنوا ويفرحوا، الدنيا وما فيها. لهنا غلب كل شيء صدقوني. ها ملي كيما راكم تشوفوا وليداتي راهم يلعبوا عم دايرين حاله، وانا تاني. وفي الطريق كنا رايحين، الزوج ديالي شرا واحد لابوي صغيره للبيبي على اساس اول مره يروح البحر ما يعرفش، فدينا له واحد لابوي صغيره على شكل بطه، وما تشوفوا ولادي يتجاروا بها. ياو هذيك البطه شريناها لو بيبي، وليت نعوم بها انا وليت نعوم بها انا، قوني واحد الضحك يا البنات. دوماج ما نقدرش نصور لكم نفسي، يعني نوري لكم روحي الله غالب. فبقيت نعوم بها، ما نقدرش نقول لكم كيفاش الناس باقيين رايحين وجايين في الشاطئ ويخزروا فيا، يقولوا في بها هدية مهبولة هدية يطعم بالبطاط على بيبي. والله هايلة، فاجيت وبرت، ومني دخلت للماء ما حبيتش كاملة نخرج. جوزنا واحد الوقيتة البنات، والله تستاهل حضوركم صدقوني. قلت لكم باقل امكانيات يمكن لكم تفرحوا نفسكم، يمكن لكم تجوزوا واحد الوقيته تبدلوا فيها شويه، ما مع الزوج البنات، مع الزوج ديالك ساعه على ساعه لازم لك هكذا خرجه باش تبدلوا جو تغيروا جو، باسكو دائما دائما في الجو تاع الدار باي دائما ما عنديش لاث، ما عنديش الزيت، ما عنديش هادي، وتبقاي دائما تحكي له على المشاكل تاع الدراري ولا شويه. لازم الوحده تعرف كيفاش تعيش، لازم الوحده تعرف كيفاش ساعه على ساعه تغير الجو وتخرجي من هذيك القوقعه هذيك تاع لا روتين تاع الدار وكلش. لازم تغير البنات، حاجه ضروريه لحبيتي العلاقه تاعك تنجح، خاصه مع الزوج ديالك ولا مع ولادك ولا. المهم قلت لكم هايليك، وليت بقيت نلعب مع ولادي ونقصرو. راجلي راح دخل تحت لا طونت وضربها برقده حتى العشيه، قال كي تحبوا تروحوا نوضوني وحنايا قعدنا نلعبوا في الماء.
ولعبنا وفاجينا والله غير جوزنا واحد الوقيته ما شاء الله. قلت لكم تستاهل والله غير. شوفوا هنايا تعمدت نصور لكم هادي تاع الماء وكامل، لكن نحيت الصوت سي دوماج باسكو كان الحس بزاف ما قدرتش نغارديه لكم. البنات صراحه انا وحده دوكي بقيت نشوف هادو مال وسمو تاع الماء وتحسيت روحي تماك صراحه، عاملي كنا نبرد في رجليا في الماء، روعه روعه روعه. والماء تماك في هذيك المنطقه صافي كيما راكم تشوفوا، تشوفوا لو فون تاع البحر تشوفوه ما شاء الله. وليك عامليك ولادي نلعب معاهم. جوزنا واحد الوقيته والله قلت لكم ما شاء الله. نتمناها لكم وروحوا البنات نشجعكم روحوا، والله ماشي مشروط قلت لكم حاجه كبيره باش تبدلوا تجوزوا واحد تغيروا على نفوسكم شويه تفاجئوا شويه يا اخواتاتي. كل يوم الدار الدار الماعن، سورتو الماعن سورتو الماعن. انا عندي كابوس الاسود الماعن، الماعن الحوايج الشغل الاطفال شويه هما يفاجئوا وانتم تفاجئوا ثاني. هذا دبدوبه تاعي راه يمشي مسكين ما عرفش كامل كيف يمشي في الرمله، اول مره قلت لكم يروح للبحر ما عرفش مين با كيف يمشي، راح راح حتى راح جبتو من هيكا كامل. والاخرين هام لي كيما راكم تشوفوا بعينيكم راهم دايرين حاله حاله مساكن. والله ولادينا كي تخرجوهم شويه لبرا اللي يشوفهم يقول هادو مساكن كانوا في الحبس، وهم في الحبس وطلقتو في الحبس وطلقتوهم شحال يحبوا الخرجات. خرجوا ليا هاي ليك حبوباتي، نخليكم تزيدوا تشوفوا معايا شويه ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه، ونتمنى ان شاء الله ما تكرهوش من الخريجات معايا باسكو مازال نزيدوا ان شاء الله نخرجوا ومازال الوصفات ومازال بوكو تشوز. حبوباتي خلوا لي في التعليقات الا كشما حبيتوا كاش انواع تاع فيديو نحطها لكم، ولا ما كان حتى مشكل تقدروا تعملوا لي اقتراحات. ما نعرفش انا ساعه على ساعه بالك تغيب لي واش من هما الامور اللي راكو تحوسوا عليهم ايتو، دونك تعاونوا فيما بعضنا ما كاش مشكل. اللي حبت حاجه تخليها لي في التعليقات وانا والله غنعمل المجهود ديالي ان شاء الله وندير لكم هذاك الشيء اللي تحوسوا عليه وداك الشيء اللي حبيتوه.